مهندس من اللجنه المنظمه للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجه. احنا اليوم متواجدين في ساحه 9 ابريل ان شاء الله الكرنفال اللي غادي يبدا من هذه البلاصه هذه ان شاء الله غادي يمشي من بلاصه 9 ابريل حتى لساحه الامام احتفالا بالدوره 15 هذا المهرجان هذا اللي كينخرط في لا ديناميك ديال هذه المدينه ديال طنجه. المهرجان هو غيمتد على مدى اسبوع كامل ان شاء الله، غادي يبدا اليوم وغادي يسالي نهار 26 في هذا الشهر هذا نهار الاربعاء الماجي ان شاء الله. عندنا اليوم الكرنفال وراه غادي تبعوا الحفل الافتتاح ديال الدوره هذه ان شاء الله مع الساعه 6 السادسة مساء في سينما دروكسي. موراها المهرجان غادي يبدا المسابقه الرسميه غادي تبدا من غدا ان شاء الله. عندنا ثلاثه ديال المسرحيات اللي كيتلعبوا في النهار، وعاد عندنا ثلاثه ديال المسرحيات اللي غادي تلعبوا عن بعد ديال المشاركين اخرين من خارج ارض الوطن. بالنسبه للفرق المشاركه عندنا 14 فرقه مشاركه اللي غادي تكون معنا هنايا، وثلاثه كما قلت لك غادي يكونوا عن بعد. عندنا بلدان مختلفه مشاركه معنا، عندنا بيسور، عندنا المغرب، عندنا فلسطين، عندنا السعودية، عندنا عمان، عندنا فرنسا، بلجيكا، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، الصين وتركيا. هذو هما البلدان اللي عندنا خارج أرض الوطن.
كما قلت لك السيمانه كامله غادي تدوز كامله احتفالات وكامله مسرحيات ان شاء الله. هذه فرصه باش نادوا على جميع السكينه ديال طنجه وحتى اللي خارج طنجه مرحبا بهم. العطله هي جايه جيو تفرجوا في لي بيس تياترال ديال الناس اللي سجلوا ديالهم بحالنا بحالهم كيقدموا لنا شنو خدموا العام كامل وان شاء الله غادي يختتموا بحفل اختتام اللي غيكون حتى هو في سينما روكسي ان شاء الله نهار الاخر اللي هو 26 ومرحبا بجميع المشاركين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.